مكارم تيليجان من القسم الجهوي أحد أحسن الفرق لرابطة باتنا ينسحب من منافسات الكأس بعد انهزامه اليوم بقسنطينة أمام أولمبية المدية. مخلف بخصر. فريق مكارم بلدية تليجان باللباس الأخضر يعد من أحسن فرق القسم الجهوي لرابطة باتنا. أول لقطة خطيرة كانت لأولمبي المدية عن طريق كابران. حارس المدية يرتكب خطأ خارج المنطقة والحكم يغض الطرف. حارس تليجان بدوره يرتكب خطأ جسيم كاد أن يكلفه هدف. الشوط الأول ينتهي بالتعادل 0-0. الشوط الثاني وفي الدقيقة 19 قذفة من كبران، خطأ كذلك من الحارس مهدي، وجحمون لا يفوت هذه الفرصة بتسجيله هدف التأهل. مجهودات المكارم في الدقائق الأخيرة لم تمكنهم من تعديل النتيجة لينتهي هذا اللقاء بتأهل أولمبي المدية بهدف 0. وبتقرير الزميل مخلوف بخزر من قسنطينة نختم صور هذا الدور 16 من منافسات كأس الجمهورية.